النهارده عايزه اتكلم، ويمكن قلت لحضراتكم قبل كده ان انا عايزه اتكلم عن اولمبياد باريس والتفاصيل اللي بتخص اولمبياد باريس، اللي الحقيقه انه فرنسا بتبهرنا بجد قبل استضافه دوره الالعاب الاولمبيه واللي هتتلعب في الفتره من 26 يوليو ولحد 11 اغسطس اللي جاي. قلت انا عن تنظيم فرنسا للأولمبياد، اتكلمت انه الحقيقة الناس دي مش كل حاجة بالنسبة لهم الفلوس. يمكن هنتكلم عن التكلفة وعن ان هي بجد اقل نسخة على الاطلاق، ولكن الناس دي مش كل حاجة الفلوس، يعني الناس دي مهتمة بشكل كبير جدا بالتفاصيل، ودايما التفاصيل يا بتخطف القلب يا بتخطف العين. الناس دي بتهتم جدا جدا، طبعا التفاصيل اللي بتخطف العين دي بتكون فيها ابهار، فيها كرييتيف، فيها حاجات كتيرة جدا، والتفاصيل طبعا اللي بتخطف القلب اللي هي بتكون اللي بتمس المشاعر او بيكون فيها جانب انساني كبير. الحقيقه فرنسا شغاله على الموضوع ده بشكل كبير جدا، مركزه قوي. اي حد يعرف ينظم حدث بالمناسبه، بس حدث يكون عادي، بطوله والسلام، استضافه بطوله والسلام، لكن انك علشان تنجح وتخلي الحدث ده ليه قيمه كبيره جدا ويعلم في اذهان الناس، يعني في اولمبياد احنا فاكرينها لحد دلوقتي علشان كان فيها تفاصيل اهم من التفاصيل الماديه او من الماديات او من كل الكلام ده، لا، في تفاصيل لحد دلوقتي فاكرينها من اولمبياد كتيره جدا كانت تفاصيل انسانيه، هي دي بجد اللي بتعلم وما بتتنسيش ابدا، تفضل فاكرها تقول ده انا في اولمبياد اتنا حصل ايه، في اولمبياد بكين حصل ايه، في ريو دي جانيرو، في لندن، في اولمبياد كده، وفي طبعا بقى قبل كده بكتير يعني. فالناس بجد بتفضل فاكره التفاصيل اللي بتعلم جواك، اللي بتمس المشاعر وبيكون ليها جانب انساني. بجد فرنسا واضح ان هي مش هتكون التكلفه الاكبر في الاربع نسخ اللي فاتوا، هي مش هتكون التكلفه الاكبر لان ده هنتكلم فيه دلوقتي، بس هي هتكون احساسي بيها كده من كميه التفاصيل، الاعلان عن التميمه، اللي مش عارفه الافتتاح هيكون فين، الذكاء الاصطناعي اللي هيستخدموه في تامين البطوله، في تفاصيل كده هم مركزين فيها على كل الجوانب، على كل الجوانب مركزين في تفاصيل حاسه احساسي انها هتكون نسخه مختلفه على الاطلاق، نسخه هتعلم في اذهاننا. احساسي كده، الله اعلم لما البطوله تبدا هيحصل ايه. فرنسا اعلنت بالمناسبه، واحنا بنتكلم بقى عن التكلفه، فرنسا اعلنت ان تكلفه اقامه الاولمبياد 9 مليار يورو، وده طبعا رقم قليل جدا مقارنه بالدورات اللي فاتت، اللي كان اخرها بالمناسبه دوره طوكيو 2020 واللي اتكلفت 15 مليار ونص مليار دولار. ورغم كده فرنسا عندها تفاصيل مختلفة زي ما بقول لحضراتكم عن أي دورة اتعملت قبل كده.